أول إشي مقادير العجينة، نحتاج لكيلو واحد برغل ناعم تركي، نص كيلو لحمة عجل ناعمة، بصلة ومردقوش أو مرتقوش، أيوة. وملعقة صغيرة قرفة، ملعقة صغيرة فلفل أسود، وملح وكمون. هلأ لمقادير الحشوة للكبة المقلية، بنحتاج لكيلو واحد لحمة مفرومة مع كيلو بصل مفروم، ملح وفلفل أسود وقرفة والبهارات السبعة، دبس الرمان ومكسرات حسب الرغبة. أوكي. هلأ بسم الله. هلأ أنا عشان الوقت هذا عندي برغل تركي. أحسن إشي يعني أحسن إشي تستخدم البرغل التركي. نقعته في مي. هلا عملية النقع كيف؟ اني انا بجيب المي بحطها عليه بس فوق غمرته سانتي، بعدين بترك ربع ساعة. هلا بقلبه هيك بشوي بايدي، اذا حسيته رطب كويس، حسيته ناشف برد ببخ شوية مي. اوكي. لانه اذا كتير صار عليه مي بغلب. هاي هي هيك هي احسن اشي لنقع البرغل، يعني نخليه رطب. نخليه رطب بس مش كتير عليه مي بدنا. وانا هيك لما اجهز العجينة برد ازيدها مي، مش مشكلة. أوكي. بس هيك لازم اول. طيب. هلا المنكهات، عشان انا بدي احط عليها لحمة اللي هي بصل، وبدي احط عليها فلفل اسود. انا هيك بحب ابهر قبل ما اطحن، اريح للشغل كله بنخلط معي. وهي مردقوش. هلا المردقوش هو عبارة عن شو؟ المردقوش عبارة عن عشبة هي ملينة وكتير كويسة، لانه هاي من البقوليات فبتتعب بالهضم. فهي وبتعطي نكهة زاكية. بس بحطوها دائما ولا لا بالكبة؟ لا مش دائما، بس هي منكه زاكي يعني. وهي كمون عشان النفخة، وانا بحب احط شطة مجروشة. وهي السبع بهارات. ورشة قرفة. هاي كلها احنا عشان برضو في معنى هون لحمانية. سوري انا نسيت اطول اللحمة. اطول لك ياها؟ بدي اغلبك. وين حطيتيها؟ بالفريزر او بالثلاجة مش عارف. ايوه هيها. اوكي. وطبعا ملح. هلا في ناس بتحب تخلط البرغل الاحمر والابيض، انا منهم بحب اخلط، بس هلا جايب لكم اياه بس ابيض. هاي لحمة عجل طازة ما فيها اي نوع دهن، لانها هي اللي بتفتح العجينة. بس ما حلبس كفة عشان أورجيهم. كتير ستات بستصعبوا يعملوا الكبة. كتير ما بتطلع ظابطة معاهم. يا ستي هاي إحنا موجودين. طبعاً. ولا ليش إحنا بنجيبكم؟ تشرفونا دائماً. بس برضو يعني حلو الواحد يتعلم. صح. كل إشي. هلا هاي أنا شايفة كيف، شايفها هيك ناعمة ومتفتح البرغل كله عندي. بخلط هيك البهار أسهل لي يعني. زمان كانوا أو في ناس لهلا بيطحنوها بعدين بيبدوا يرشوا بهار، بتلاقي تجمع هون وهون بغلبهم. وهي اللحمة بنزلها اللي هي حكينا عجل طازة ما فيها حتى لو على شوية دهن، نحكي للجزار شيل لنا إياهم، ما بدنا إياهم. هلا شوفي كيف أنا بفرك فيها هيك، بدخل خيوط اللحمة فيها. هاي لما أجي أطحنها ما بتغلبني وما بتفتح إن شاء الله. يعني هيك. هلا زي هيك، ومننا نتخيل انه طحناها على ماكينه اللحمه مرتين. مش مره، مرتين. او عند الجزار. هلا في ناس بيروحوا بينقعوا البرغل بمي سخنه. غلط. بتصير عجينه ما فيها قرشه ولا إشي، بالمره مو زاكيه بتكون. هاي زي هيك في عجناها نتخيل. هلا هون بتطلع معي هيك العجينه. بس هي اغماء لانها ايش طحنتها. طبعا معلش انا ايدي نظف، بعرفش اكبكب بالكفوف يعني. اوكي مش هلا اهم شيء. بس هلا احكي عن الحشوة اول قبل ما اوسخ ايدي. هون هيها لحمه عجل برضو مع بصل، لانه اختصرنا يعني الكل بيعرفها. مكسرات زي ما بدي، الحشوة سهله. ايوه. وبحط عليها دبس رمان كمان تعطيها نكهه زاكيه. وبحط عليها سماق. هاي طبعا كله بس تبرد اللحمه. واهم اشي لازم اصفيها، ما يضل فيها ولا زيت ولا اشي. هاي بتصير تفتح لي بالعجينه بتغلبني. هاي شايفه كيف ناشفه؟ ايها هيك لازم اصفيها. هلا هون لازم تكون عندي مي بارده. انا بالصيف بضلني حط مكعبات ثلج. لانه ايدينا كفه ايدنا سخنه. وهي لحمانيه. مع طول العمليه بتضرب. فلازم انا المي هي بتساعدني. اوكي. المي بارده لازم تكون. لازم برطب ايدي بالمي. هي بسم الله اخذت. شوفي كيف العجينه معنا.
اوكي. طب هلا كثير ناس عم بيسالوا ايش هو المردقوش. هي ببلش اكذب ما بعرف الطريقه هم أوكي. كل واحد زي ما برتاح، انا بضغط وبلف بضغط وبلف. طيب هاي الطريقه. سالتك انه في كثير ناس عم بيسالونا عن المردقوش. المردقوش هي حكيت لك اعشاب ملينه بس نكهتها كثير طيبه مع عجينه الكبه وبتدخل بشغلات كثير كمان كيف تابعه للنعنع الناشف وهيك. بس هي عشبه ملينه وبتسهل علينا بالهضم، بتعطي نكهه طيبه كثير يعني. أوكي. وفي ناس بياخذوها اصلا للتنحيف بيشربوها، سمعت والله. والله اوكي بلاش ما يسمعوك اخصائيين تغذيه لانه لا بيقولوا ما في شيء بنحف. لا هي ممكن ما في شيء بنحطه بتمنا بنحف. هو ممكن يعني كيف المشروبات بتسهل بتلين الهضم بتساعد على الهضم بتساعدك. ايوه زي هيك. هلا هي كبكبتها بهاي الطريقه هيك يعني، لا كثير رقيقه ولا خميره. هيها هلا بحط الحشوه فيها قد ما بدنا. طبعا الحشوات مختلفة، ممكن تحطي جوز، ممكن تحطي رمان. ببدا ألم فيها، هيها بسكر فيها، بشيل الزيادة كمان تطلع معي باللف. هيها هلا هون بالمي ايش بصير هيك املس فيها، ما بخلي ولا فتحة ولا اشي معي. هيها هيا هيك هيا معنا. بحطها طبعا يعني تفريزها هيك صحن مكشوف بالفريزر. في معي كمان انا هلا بورجيكم. اوكي يمكن اذا بتعملي لنا كمان وحده عشان يلا هلا. طيب انا بدي اصبح على ألفت صباح الخير، سوزان سليمان برضو صباح الخير، وئام محمود، وئام مرت اخوي بصبح عليك بتقول لك يسعدها الطله. الله يسعدها. هاي شايفه كيف طلعي زي الحجر. اوكي هيك بتحطها بالفريزر لغايه ما تصير معي زي الحجر، بعدين بضبها باكياس التفريز. اما لانه يعني في ناس بتعرف وفي ناس ما بتعرف. يعني في وحده مره بتقول لي انا بحطهم بالجوط فوق بعض بحطهم بالفريزر، باجي اشيلهم كله بتنزل. وما هيك طريه، لا لازم انا اكشفها لغايه ما ايش تجمد، بعدين بحطهم وبفرزهم. أوكي. وطبعا الكبه معروف انه الواحد بده يقعد يعمل كميه. بس انت عملتي كميه ما قدرتي تكمليهم. بمسك العجينه بحطها بالفريزر. بدي اياها بطلعها الصبح على الكاوتر تدوب براحتها. يعني هاي تخيلي انا من الفريزر ضربتها. اوكي وبعدين البرغل اول ما ينطحن ما تشتغلي فيه، ضبيه بالثلاجه على طول. هلا احنا عشان كميات يعني بنعمل، حطهم بكياس تفريز بالثلاجه من طول كيس كيس بنشتغل، ما بنخليها برا. وبعدين اخر كيس بيكون احلى كيس. بتكون ارتاحت على الاخر خلص تشربت. هلا بدي اعملكم شكل الكبه اللبنيه. انها بتيجي زي نوع شوكولاته. بحبها انا الكبه اللبنيه، تشهي. هلا ان شاء الله بتدوقيها وبتعجبك ان شاء الله. هلا الزيت كمان لازم يكون سخن، بعدين بنزل للنص. عشان انا بدي العجين يستوي من جوا كمان. او بتنحرق من برا ومن جوا بضلوا ايش ني، حتى لانه هاي مجمده، هلا الحشوه من جوا تجمدت كمان. فانا بنزل للنص. يعني هلا ينتبهوا، مش قولوا انت حكيتي وطيتي بتروح بتفرط. بس بتكون عاليه، بعدين بنزل النص وبتركها براحتها. بس انا يعني كنت حبيبها احلى من هيك عشان هيك ما بدي ازيد اكثر. طيب هذا شو هذا ايش غلا لسه صح شغال الغاز؟ شغال. غلبناكي. لا ولو انت ضيفتنا. تسلمي حبيبتي. يعني نستنى لها يغلي. ايوه هيك بلش يحمى احسن.
كمان حبة. اوكي هون ايش حتعمل؟ هون علشان اخر اشي بعدين عملها تقلية التومة للبنية. هاي شايفتها؟ اوكي اذا انت هون حطيتيها وتركتيها. ما حركتيها؟ لا هيها ولا فتحت ولا اشي. هيها خلص هيك عندي كوبا جاهزة طبعا. طيب هاي زي ما احنا شايفينها. اوكي